في تجربة غريبة مضحكة، قام أحد المختصين النفسيين بإحضار مصممان جرافيك محترفان إلى مكتبه، ثم طلب منهم أن يصمموا إعلان عن دفن الحيوانات بعد أن يموتوا، وأعطاهم مدة نصف ساعة لينهوا التصميم الخاص بهم. ولكن قبل أن يبدأ المصممان بالعمل، وضع بجانبهم ظرف مغلق وأخبرهم ألا يفتحوه إلا بعد انتهائهم من التصميم. وبالفعل بدأ المصممان بالعصف الذهني واستحضار الأفكار الإبداعية وعصر أدمغتهم بفكرة تصميم مناسبة لما طلبه المختصين. وبعد مضي الوقت المطلوب وانتهائهم من التصميم، جاء المختص النفسي وهو يضحك ويقول: أروني ماذا صممتم. وعندما نظر إلى تصاميمهم ضحك أكثر وطلب منهم أن يفتحوا الظرف المغلق الذي وضعه أمامهم في البداية ليجدوا أنه نفس التصميم الذي صمموه. توقع المختص تصميمهم حتى قبل أن يصمموه، حتى النسخ الأولية لتصميمهم كان قد توقعها المختص النفسي مسبقا. والتصميم عبارة عن سحابة يجلس فوقها باندا له أجنحة ويمسك جيتار ومكتوب على الصورة: جنة الحيوانات حيث ترقد الحيوانات في سلام. وقبل أن تقول أن هذا نوع من خفة اليد أو السحر، لا ليس كذلك. ما فعله المختص باختصار أنه تحكم في المدخلات التي مرت على هذين المصممان فتحكم بهم. أوضح لك كيف. عندما قام بجلبهم بالسيارة إلى مكتبه، جعلهم يمرون أمام حديقة حيوانات، وفي طريقهم مرر أمامهم مجموعة من الأطفال يرتدون ملابس فوقها مثل الجيتار الذي صمموه. حتى الجملة التي كتبت في التصميم كانوا قد شاهدوها في طريقهم إلى مكتبه. تخيل. وهنا أيها الحبيب، لو فكرت بالموضوع بطريقة مختلفة، تجد أنك كشخص عادي بسيط تتلقى يوميا آلاف المدخلات التي تعتقد أنها لا تؤثر عليك، ولكنها في الحقيقة مع الأسف مثل القوة الناعمة التي تتحكم بك وبحياتك. ما وراء كواليس المدخلات. تأثير المدخلات على اللاوعي. تجد من يتابعون الممثلات والفاشينيستا على الإنستغرام، تجدهم يألفون هذه المدخلات، يألفون العري، فبعد مدة هذه المدخلات تؤثر بهم دون أن يشعروا، لدرجة تجعل بعضهم يعتقد أن العري هو الأصل وأن التستر هو التخلف والرجعية، كما نسمع هذه الأيام. بل وأنه من الطبيعي أن تري الناس زوجتك وأهل بيتك كيف يخبئ الجمال. هذه المدخلات كانت مثل القوة الناعمة التي غيرت فكرهم كاملا. في تجربة قام بها باحثون على مجموعة من الطلاب في أمريكا، أقنعوهم بأنهم سيعطونهم شراب كحوليات مجاني ليقيسوا مستوى تأثيره عليهم، وقام الباحثون بإعطائهم مياه غازية منكهة بدلا من الكحوليات، ولم يخبروهم بذلك طبعا. وبالفعل بدأ الطلاب بالشرب عبوة تلو الأخرى إلى أن شعر الطلاب أنهم سكروا. تخيل. حتى عندما سألوا بعض الطلاب كم عبوة شربت لم يتذكروا، وبعضهم أصبح يترنح من الثمالة: لا أذكر كم كأسا شربت، أنا ثمن بنسبة 5 كؤوس. والحقيقة أن ما شربوه لا يتعدى كونه مياه غازية. وهذا باختصار توضيح سريع إلى أن أي مدخل يدخل إلى حواسك، عقلك يصدقه بشكل أو بآخر حتى لو كان كذب. وهنا حدث ولا حرج عن تأثير الأفلام والتواصل الاجتماعي والأنمي وغيرها الكثير. كل هذه مدخلات نراها يوميا تؤثر علينا وعلى أفكارنا وعلى سلوكنا دون أن نعرف أن هناك مدخلات أصلا. بل وتجد أشخاص كثر يدافعون عن هذه المدخلات ويعتقدون أنها لا تؤثر عليهم، كما حدث في حلقة الأنمي تأثير المدخلات على الأسرة. زوجة سيدة كانت تشتكي دائما من تصرفات زوجها معها وعدم تقديره لها، مع أنها تعامله بأفضل ما قد تعامل زوجها، ولكنه لا يقدرها كما ينبغي. عندما راجع الطبيب النفسيا كان الدكتور عبد الرحمن، علم أن زوجها حكم عمله يمر يوميا من شارع مليء بصور الإعلانات لممثلات وعارضات أسياء من كافة الأشكال. وهنا وبدون غض بصر يقول الدكتور عبد الرحمن: لو كان متزوج من ملكة جمال لن يراها جميلة لكثرة المدخلات التي يراها يوميا من صور نساء عاريات ويقوم بمقارنة زوجته بهن. فلو انت كنت ملكة جمال العالم لن يعبأ بك. الكلام ده كتب منه ازاي؟ ندهت الراجل قلت له: انا عايز اطلب منك طلب واحد، تبقى مدرك لان انا حقوله وتغض بصرك. فما بالك بما تشاهده انت يوميا على تطبيق تيك توك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة جعلت قلوب الشباب الا من رحم ربي سوداء لا تطيق الصلاة، وجعلت علاقتهم بازواجهم وامهاتهم وابائهم مضطربة، كل ذلك بسبب تأثير تلك المدخلات عليهم. حتى الأطفال مع الأسف لم يسلموا من كثرة هذه المدخلات يوميا عليهم. جمعيات أطباء علم النفس والأطفال في العالم اتفقت على أن الطفل من 0 إلى 3 سنوات لا ينبغي إطلاقا أن يتم تعريضه لأي شاشات رقمية، ومن سن 3 إلى 6 سنوات يشاهد فقط بما لا يزيد عن 20 دقيقة يوميا، وتكون مادة تعليمية بأوجه بشر حقيقية وليس كرتون. ركزوا يا جماعة الأنمي. ومن سن 6 إلى 12 عام يسمح ب90 دقيقة، ويفضل فصلهم على فترات متفرقة
المفرقة ومن سن 12 إلى 18 يكون معك من ساعة وساعة ونصف يوميا. طبعا هذا الكلام إذا ما قارناه بواقع البيوت الآن نجد أنه خيال علمي، بل أن تأثير تلك المدخلات على الطفل سواء من مشاهد كرتونية أو حقيقية وجعلته يمتلك أفكار مخيفة. وإذا سألت ذلك الطفل ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟ كما يشاهد في أفلام القتال للبالغين. ومن تأثير المدخلات على الطفل، هذا مقطع مثلا لطفلين، الطفل الأبيض اعتاد على متابعة الشاشات والآيباد إلى آخره، والطفل الآخر لم يعوده أهله على متابعة الشاشات والتلفاز. لاحظوا كيف يحاول الطفل الثاني اللعب والحركة والتفاعل مع الطفل الآخر الذي ظل متمسمرا ومنعزلا مكانه وكأنه في عالم آخر. وهذا تأثير مدخلات الألعاب الرقمية والقتالية والكرتونية وعالم الوهم على الطفل. قلنا سابقا أنك تتلقى آلاف المدخلات من حولك يوميا، هذه المدخلات تدخل إلى عقلك عن طريق أدوات الحس لديك مثل النظر واللمس والتذوق والشم إلى آخره، ومخرجات تلك المدخلات تتحول إلى سلوك، وهنا تكمن المصيبة، لأنه بناء على ذلك فإن ملايين هذه المدخلات تتحول إلى ملايين السلوكيات لديك، ويصبح حينها إقناعك بأن الصحيح صحيح أصعب من منعك من الخطأ. تجربة لن تصدقها تبين لك مدى تأثير المدخلات على سلوكك. قام صاحب التجربة بتحضير دورة تدريبية تحت عنوان كيفية التأثير في الآخرين، وخلال الدورة وضع على المنصة خلفية مع موسيقى وتعليق صوتي يكرر كلمات مثل تمسك بحلمك، فقط افعلها، وبعد انتهاء الدورة جعل حاضري الدورة يخرجون من باب واحد ليجدوا أنفسهم في شارع شبه فارغ، وشخص أمامهم يمسك حقيبتان مليئتان بالنقود ولافتة إعلانية مكتوب عليها فقط افعلها التي كان يشاهدها خلال الدورة وارتبطت باللاوعي الخاص به، ليقوم 3 من كل 4 أشخاص منهم بسرقة هذا الرجل الذي يحمل النقود وخارج من البنك من خلال مسدس ألعاب كانوا قد أخذوه خلال الدورة. طبعا هو كان من فريق عمل المختص ضمن التجربة. لاحظ كيف أن شخص كان قد ذاهب لحضور دورة تحت عنوان كيفية التأثير في الآخرين ينتهي به المطاف لص وإلى السجن بسبب تأثير المدخلات التي تلقاها. طبعا المشاركين لم يذهبوا إلى السجن، من حظهم الجيد أنهم كانوا في تجربة. كيف أقي نفسي من المدخلات؟ التوقف والصبر والسؤال. قلنا سابقا أن كل شيء مصمم أمامك لكي يغريك، فإن لم تتعلم كيف تمسك نفسك عن هذه الإغراءات وتسأل نفسك ما فائدتها، فستعيش حياتك كاملة تتحكم بك العلامات التجارية والمؤسسات الرأسمالية، بل ويجعلونك تسير مع القطيع. اعرف من يدخل بيتك ومن لا يدخل. إن كنت تمتلك قصر وجاء إليك أشخاص تعرفهم ولا تعرفهم، فأول شيء ستفعله هو أن تقرر من ستدخل إلى بيتك. ربما يكون من الأشخاص الذين لا تعرفهم قاتل متسلسل، وإذا دخل يقوم بقتلك. ولكن العجيب أن هناك أناس كثر منا يقومون بإدخال ذلك القاتل إلى بيوتهم بالمعنى المجازي، ويقبلون أي مدخلات تأتي إليهم. ثالثاً الوعي. حدد أولوياتك وابني حياتك على أسس سليمة، وتعلم ولا تمل من التعلم. فما بين كل الأسئلة التي تجيبها في الدنيا أحرص على أن تمتلك إجابات للأسئلة في الآخرة، لأنها هي الباقية. في النهاية أحبتي في الله، أكتب لنا المؤثرات التي أثرت على حياتك وكيف ترغب بالتخلص منها، وشاركني برأيك في مكان التعليقات. وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.